السلام عليكم وأهلا بكم في الدرس الأول من كتاب المستوى الثالث Traveler 3B1. أنا نجم الدين لنبدأ سويا. إذا كتاب الطالب الوحدة الأولى Window on the World نافذة على العالم. Discuss ناقش Would you like to travel around the world? Why or why not? هل تود السفر حول العالم؟ لماذا ولماذا لا؟ Of course, I would like to travel around the world. بالطبع اود السفر حول العالم. Who doesn't? Who doesn't? هذه الإجابة تعني: من لا يرغب بهذا؟ من لا يريد السفر حول العالم؟ وعادة نستخدم هذه الإجابة عندما يكون الأمر يعني مفروغ منه، الجميع يريد أن يسافر حول العالم، Who doesn't؟ How can the English language help you learn more about the world؟ كيف تستطيع اللغة الإنجليزية مساعدتك لتتعلم المزيد حول العالم؟ Of course, English can help me because it's a way of communicating with other people and learning about other cultures. بالطبع، اللغة الإنجليزية تستطيع مساعدتي لأنها وسيلة للتواصل مع الناس ولتعلم المزيد عن الثقافات المختلفة. A1 Reading القراءة Discuss where are the following landmarks what do you know about them where are the following landmarks a landmark هو المعلم المعلم landmark إذا أردنا أن نترجمها حرفياً علامة الأرض ولكننا باللغة العربية نقول معلم فمثلاً هناك معالم سياحية هذه المعالم معروفة ومشهورة بالمدن والبلدان الموجودة بها What do you know about them? ماذا تعلم عنهم؟ فمثلا The Taj Mahal Taj Mahal في الهند The Arcopolis في اليونان The Grand Canyon في الولايات المتحدة الأمريكية The Eiffel Tower برج إيفل في uh, فرنسا نياجارا فولز شلالات نياغارا بين كندا والولايات المتحدة The Egyptian Pyramids والإجابة موجودة في الاسم المصرية في مصر الأهرام المصرية Which of them would you like to visit most and why? أي من هذه المعالم الستة تود زيارتها أكثر من سواها ولماذا؟ فمثلا على سبيل المثال نستطيع أن نقول The Niagara Falls I really like water, and I've heard a lot about it from my relatives who went there. Uh, أود Ziarat uh, شلالات uh, لأنني أحب الشلالات Shalalat, المياه سمعت الكثير عنها من uh, أقاربي أو أصدقائي الذين ذهبوا إلى هناك. Uh, ممكن أن أجاوب the Egyptian pyramids. أود زيارة الهرمات المصرية because it's in an Arabic country لأنها في بلد عربي. Read the article quickly and answer the questions below. Uh, اقرأ المقال بسرعة وأجب عن الأسئلة التالية. Uh, حسناً، أولاً سنقرأ ثم سنعود إلى الأسئلة. It's a small world. إنه عالم صغير. This week in our series on the world's most famous theme parks we are visiting the Window of the World theme park in Shenzhen China هذا الاسبوع <سؤال> في سلسلتنا عن الحدائق الاكثر شهره في العالم famous بمعنى شهير او مشهور نستطيع ايضا ان نقول well known synonym فهذا مرادف لfamous well known uh, العكس نستطيع أن نقول unknown أو نستطيع إذا نتحدث عن شخص نقول nobody إنه ليس شخصاً معروفاً. famous synonym well known opposite unknown or a nobody uh, هناك أيضاً uh, صفة شهيرة notorious سيء الصيت أو سيء السمعة notorious We are visiting the window of the world. نحن نزور حديقة نافذة على العالم في في This certainly is a theme park with a difference. هذه بالتأكيد حديقة مميزة أو حديقة مختلفة. The window of the world contains over 130 replicas of the most famous natural and man-made cities in the world. حديقة نافذة على العالم contains تضم over 130 أكثر من 130 replica replica بمعنى نسخة مصغرة أو نسخة of the most famous natural من أكثر الأماكن الطبيعية شهرة natural طبيعي opposite man-made man-made So عكس natural عكس طبيعي man made صناعي نستطيع أيضا أن نقول artificial artificial So man made synonym artificial صناعي عكسها natural طبيعي All squeezed into about 480,000 square meters. Squeeze. Squeeze بمعنى يضغط. و uh, نستطيع أن نستخدمه أيضا يعصر إذا تحدثنا عن الفاكهة فهو يعصر الفاكهة أو يضغط الفاكهة squeezed into مضغوطة في uh, مساحة 480 ألف متر مربع Some of the replicas are the actual size of the sites while others are smaller بعض النسخ some of the replicas are the actual size هي بنفس حجم النسخة الاصلية while others are smaller ولكن بعضها اصغر in one afternoon في ظهيرة واحدة you can visit the Eiffel Tower walk around the Grand Canyon and marvel at the Egyptian pyramids في ظهيرة واحدة تستطيع زيارة برج ايفل والمشي حول او في ال Grand Canyon Uh, and marvel at the Egyptian pyramids marvel عندما تشاهد شيء ويدهشك وتستمتع به وتقول واو ما هذا كيف بنوا هذا وهذه أصبحت مشهورة جدا بعد أفلام سلسلة مارفل. Uh, the Acropolis is here along with Niagara Falls تتص uh, هناك أيضا Acropolis بجوار شلالات نياغارا أكروبوليس في اليونان ونياغارا Falls مثل ما قلنا في كندا والولايات المتحدة One of the most interesting features of this theme park is the international street وأحد أكثر الأماكن uh, interesting المثيرة للاهتمام في هذه الحديقة is the international street هو الطريق العالمي Which international, عالمي international. نستطيع أيضا نقول global, international, global synonyms. We can also say universal. So international, global, universal. All of them have the same meaning. جميعها بنفس mana Ax uh, international, national. Of course, the opposite of international is national, which features the Islamic street where you can see mosques, buildings, and markets that look exactly like those found in the Arab world. حيث أن تشاهد الجوامع والأسواق في العالم العربي We want visitors to see and experience places and cultures they may not be able to actually get to in person. نود من uh, او نريد الزوار ان يروا ويستمتعوا او uh, يشاهدوا الاماكن والثقافات التي ربما لا يستطيعون زيارتها شخصيا. Not everyone can visit every famous landmark in the world in one lifetime. Uh, ليس يعني not everyone ليس الجميع قادر على زياره كل معلم مشهور حول العالم في عمر واحد. One lifetime في عمر واحد. And that is why this park is attractive to many visitors. ولهذا هذه الحديقة جذابة، attractive. From the verb attract. الفعل يجذب. Attractive صفة. The noun, attraction. ال الاسم, الانجذاب, attraction. both Chinese nationals and foreigners. فهذه الحديقة للصينيين والأجانب. Commented Mr. Chin, one of the managers. علق السيد Chin أحد المدراء. حسنا الدرس طويل قليلا. سنقسم هذا الدرس إلى فيديوهين. يرجى مشاهده النسخه الثانيه من هذا الدرس ويمكنكم ايضا مشاهده النسخه الانجليزيه بالكامل من هذا الدرس شكرا لكم ويرجى الاشتراك في القناه